الآن في الطواف لاستكمال مناسك العمرة عن مسعي لقربي من كفرقة شافاها الله وعافاها. اللهم رب الناس أذهب البائس واشفها وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا تغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تشفيها. اللهم البسها ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشفها شفاء ليس بعده سقما أبدا. اللهم خذ بيدها، اللهم احرسها بعينك التي لا تنام، اكفها بركنك الذي لا يرام، احفظها بعذك الذي لا يضام، واكلأها في الليل وفي النهار، وارحمها بقدرتك عليها، انت ثقتها ورجاؤها، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم ابعد عنها كل ما يؤذيها، اللهم باعد بينها وبين الأمراض كما باعدت بين المشرق والمغرب، برحمتك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقها البركة، اللهم بارك لها في صحتها وفي وقتها وفي مالها وفي عمرها. اللهم اجعل منها من الذين تطول عمرهم في طاعتك، وارحمها برحمتك وفضلك. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن عليها بالشفاء العاجل، ولا تدع فيها جرحا إلا داومتها، ولا ألما إلا سكنتها، ولا مرضا إلا شفيتها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.